<applause> بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا صباح الورد ايرلندا من ضمن الدول اللي طلبت مننا كتير جدا برضو هي في منطقة اليورو فبالتالي في ليها برامج معينة بنقدر نخش بيها عن طريق فيزا معينة احنا النهاردة هنشتغل على فيزا اسمها Critical Skills Occupations طيب ايه الفيزا ديت؟ الفيزا ديت بتدخل وظائف معينة بتكون موجودة أو بتكون مطلوبة داخل أيرلندا، بتدخلك على حسب وظيفتك، احنا هنفهم من ده ايه؟ هنفهم من ده إن العقد بتاعي أو التواصل بتاعي بيكون فيزا طويلة الأجل، يعني إيه طويلة الأجل؟ يعني الفيزا بتاعتي بتبقى سنتين، طيب إيه مميزات الفيزا بتاعت النهاردة؟ زي ما قلت لك هي بتبقى سنتين، أنت تقدر خلال السنة الثانية تقدم على الإقامة الدائمة، مجرد ما كملت خمس سنين تقدر ده خود الجنسية وبرضو من ضمن المميزات الحلوة جدا في ايرلندا ان الجنسية بتاعتها او ان الحكومة الايرلندية بتسمح لحاملي الجنسية المزدوجة يعني مش زي استونيا مثلا هيتطلب منك ان انت تتخلى عن جنسيتك الام عشان خاطر تاخد الباسبور بتاعها لا انت بتاخد الباسبور الايرلندي مباشرة مع الباسبور بتاعك دي أول ميزة تاني ميزة هتكون عندنا ايه هي تاني ميزة ان حضرتك وانت بتقدم وبتملى الاستمارة بتاعتك بتختار ان يكون معاك بارتنر طيب البارتنر هنا بيبقى مين؟ بتبقى لو حضرتك متزوج او حضرتك متزوجه زوجك ولو في اولاد برضو بيطلعوا مع حضرتك طيب في ميزه للاولاد بياخدوها ايوه في ميزه حلوه جدا للاولاد ألا وهي لو حضرتك أولادك فما أقل من 18 عام يقدروا يكملوا دراستهم عادي جدا في أيرلندا لغاية لما يوصلوا ل 18 سنة وينزلوا يكملوا كليتهم في البلد اللي يختاروها، طبعاً إحنا عندنا في مصر بنحب دايماً إن أولادنا ينزلوا يكملوا الكلية في بلدنا الأم اللي هي مصر أو ممكن ننزلهم في دول تانية على حسب كل واحد وتفكيره. في عندي نوعين من الوظائف في وظائف بتكون مطلوبة وفي وظائف بتكون غير مطلوبة، طيب الوظائف الغير مطلوبة دي تطلع؟ اه تطلع بس بتكون شروطها ممكن تكون أقوى شوية من الوظائف المطلوبة بس بنقدر نقدم عليها وبنتقبل وفي ناس كتيرة أوي طلعت على فكرة يا جماعة لأحسن الناس ساعات بتستصعب الموضوع مفيش حاجة صعبة، في حاجة بتحتاج ترتيب ورقي احنا ممكن نكون بنحتاج هنا ترتيب ورقي بس مميز. طيب تعالوا بقى نتكلم عن أهم حاجة في الفيزا دي انا هقدم عليها ازاي هنروح دلوقتي للكمبيوتر وهنبدا نشوف التفاصيل واحده واحده قبل ما نروح انا عايز افكركم بالمسابقه بتاعتنا وعايز افكركم باللايف بتاع يوم السبت ان شاء الله ان شاء الله يوم السبت الموافق 12 8 الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره هنطلع لايف مهم جدا هنقدم فيه على الفيزا بتاعت نيوزيلندا هيكون على صفحه الفيسبوك هتلاقيها في الشرح وكمان هتلاقيني سايبالك في الفيديو المثبت وكمان هنقدم فيه لكل الناس اللي هتكون معانا في اللايف اي حد هيكون معانا في اللايف هنقدم له وهنتابع معاه وده مش هيبقى اول لايف هيبقى فيه اكتر من لايف تاني هنقدر نطلعهم ان شاء الله ده مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم كمان هيكون في عندنا مسابقه في الفيديو ده النهارده هنختار 15 واحد بشكل عشوائي من الكومنتس اللي حضراتكم كاتبينها طيب ايه الشروط او ايه اللي هيخلينا نختار حضرتك اول حاجه تكون عامل لايك للفيديو ده تاني حاجة تكون مشترك في القناة تالت حاجة تكون عامل شير للفيديو ده مع أصدقاء حضرتك وتكتب لنا في الكومنت اسم حضرتك ودولتك وبس خلاص طيب لو الكومنتس عندنا عدت ال 320 كومنت هنختار 130 واحد بشكل عشوائي هنقدم لهم فاعمل كومنت بقى واعمل شير وساعد غيرك وساعد نفسك ان احنا ان شاء الله نبدا نقدم، طيب بالنسبه للناس اللي ما بنختارهاش، احنا عندنا برامج كتيره جدا وقررنا ان احنا نعمل مسابقات على كل البرامج دي، فبالتالي هتلاقي فرصتك في الفيديو ده او الفيديو اللي جاي فتابعني وفعل زر الجرس عشان خاطر تكون معانا ان شاء الله في الاختيارات، هنروح دلوقتي للكمبيوتر نبدا نشتغل في البرنامج بتاع النهارده قبل ما نروح لايك شير سبسكرايب وما تنساش تصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي، يا اخي صل على النبي، ما تبقاش بخيل، صلى الله عليه وسلم. يلا نروح الكمبيوتر. بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المتابع عزيزي المشترك في القناة مجرد متابعتك لينا دي حاجة بتبسطنا جدا 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 عشان كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبسط المعلومة جدا جدا كتير ناس بتخش تقول رابط مش شغال عشان كده احنا النهاردة هنسيب لحضرتك الداتا دي كلها اللي هنحطها في الوصف في التعليق المثبت وبرضو لو في اي حاجة مش شغالة او ملأى حضرتك ياريت تقولها لنا على طول وان شاء الله هنبقى معاك يلا نترجم بصوا يا جماعة زي ما قلت في الاول هي الفيزا اسمها تصريح توظيف المهارات الحرجه دي الترجمه بتاعتها اللي هي كريتيكال سكيلز occupation بص بيقول لك هنا ايه يحل تصريح توظيف المهارات الاساسيه محل تصريح العمل من نوع البطاقه الخضراء تم تصميم تصريح توظيف المهارات الاساسيه لجذب الاشخاص ذوي المهارات العاليه الى سوق العمل بهدف ايه بقى؟ تشجيعهم على الاقامه الدائمه في الدوله تمام فاحنا اول هدف رئيسي عندهم تشجيع الناس اللي هي عندها مهارات توظيفيه على الاقامه داخل الدوله. هنا في حاجه اسمها اختبار احتياجات سوق العمل، يعني ايه اختبار احتياجات سوق العمل ده سريعا؟ اختبار احتياجات سوق العمل ديت يعني حضرتك لو مثلا فني او تمريض، حضرتك لو ممرض، انا صاحب شغل فعايز اعينك، فقبل ما اعينك لازم اعمل اعلان وادور على ممرض بنفس المواصفات داخل ايرلندا. فده اسمه احتياجات سوق العمل سوق العمل محتاج حضرتك تمام عينك مش محتاجك مش عينك بص هنا بيقول لك تصريح توظيف المهارات الاساسيه غير مطلوب فيه اختبار احتياجات سوق العمل نظرا لانه يتم تحديد المهارات على انها نقص في المعروض يعني اوريدي في معروض كتير وفي نقص داخل البلد بص بقى هنا تاني ميزه يمكن لحاملي التصاريح التقدم بطلب الحصول على لم شمل الاسره مباشر من دائره الجنسيه والهجره التابع لها وبمجرد ان يقيم معاليهم شركائهم أزواجهم في الولاية يصبحون مؤهلين للبحث عن وظيفة والتقدم إلى وزارة المشاريع والتجارة يعني يعني حضرتك تقدر تقدم ورق إنك عايز تعمل لم شمل وتجيب زوجتك وتجيب أولادك وبمجرد ما زوجتك تيجي يصح ليها إن هي تقدم على وظيفة عادي جدا من غير أي مشكلة وبيتم إصدار التصريح ده مجانا للمعالين يجوز لحاملي التصريح التقدم بطلب إلى دائرة الهجرة والجنسية الأيرلندية للحصول على إذن الإقامة والعمل دون الحاجة لتصريح عمل عند الانتهاء من مدة التصريح يعني حضرتك بعد سنتين تقدر تقدم على الإقامة تصريح الإقامة والعمل هو تصريح الإقامة الدائمة من غير ما تحتاج لتصريح عمل من صاحب العمل اللي انت جاي عليه بس شرط لازم تفضل خلال السنتين دول ماشي بنفس تصريح العمل بص بقى عندي نوعين من الوظائف زي ما قلت لك، الوظائف المطلوبة والوظائف الغير مطلوبة. الشروط بتاعة الوظائف المطلوبة إن حضرتك يكون عندك العرض بتاع العمل اللي معاك يكون في الراتب السنوي ما يعادل وتلاتين ألف يورو فقط، يعني حوالي 2400 2600 بس وده رقم عادي جدا هتلاقيه ده مجرد ورق يعني كلام مكتوب على العقد يعني ممكن تاخد عقد بكده ويكون فوق ده في بدلات تانية فتلاقي نفسك بتاخد مرتب أعلى من ده تاني حاجة مش مطلوب منك خبرة نهائي صفر خبرة بالنسبة لحالة الممرضات يكون المستوى الثالث بتاعهم مقبول من قبل مجلس التمريض في أيرلندا بص بيقول لك كمؤهل كافي للتسجيل لممارسه العمل كممرضه في الولايه بص بقى بيقول لك جميع المهن اللي غير مطلوبه يعني ايه غير مطلوبه يعني مهن هم مش حاطينها او مش دارجينها في المهن المطلوبه ليهم او اللي في فيها نقص كبير بيكون حضرتك العقد اللي معاك بيكون حضرتك العرض اللي معاك بيكون عرض العمل اللي معاك في ما يعادل ألف يورو كحد ادنى يعني حوالي 5000 وشويه في الشهر طبعا في شوية مواصفات بيطلبوها على الشركات زي مثلا ان يكون 50% من الموظفين بتوعهم ايرلنديين بص بقى بيطلب منك حاجات موضحه في نموذج الطلب ان لازم يكون وصف كامل للوظيفه المقترحه تاريخ بدء الوظيفه الاجر السنوي باستثناء المكافئات يعني الاجر السنوي الصافي من غير المكافئات عشان كده بقول لك ال 32000 الف دول بيكون في فوقيهم في فوقيهم مكافئات وحاجات تانية المعلومات المتعلقه بالمؤهلات والمهارات والخبرات المطلوبه ده لو مطلوبه يجب استلام طلب الحصول على عقد عمل قبل 12 اسبوع على الاقل من تاريخ بيت العمل، يعني حضرتك لو هتبدا عمل في شهر 10 تقدم في نص شهر 7، المعالجه بتتم خلال ال 12 اسبوع دول فبالتالي انت حوالي شهرين ونص او اقل من شهرين ونص بتكون سافرت. خلينا بقى نروح نشوف الوظائف المطلوبه. كريتيكال سكيلز اوكيبيشن ليست. هسيب لكم اللينك ده هيكون فيه كل الوظائف المطلوبة من ضمنها برضو على فكرة مهن التصميم والرسوم المتحركة والمهن الرياضية واللياقة البدنية ومتخصصو المبيعات والتسويق وبس يا صديقي طيب تعال بقى نتكلم آه سريعا كده انا سايب لك ايه في في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت هتلاقيني سايب لك القايمه بتاعه المهن المطلوبه والمهن الغير مطلوبه هتلاقيني سايب لك الصفحه الرسميه ديت عشان تراجع معاها في كل حاجه هتلاقيني سايب لك أكتر من موقع خاص بالوظائف داخل ايرلندا. الحاجات دي كلها هتستخدمها وارجوك ارجوك ارجوك تابع الفيديو خطوه بخطوه وانت بتقدم وخد بالك وترجم وما تستعجلش واوعى تفقد الامل وانت شغال لان في ناس كتيره جدا مشكلتها ان هي وهي شغاله بتيجي قدام حاجه تحس ان الموضوع لسه طويل فتفقد الامل. ركز جدا 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 وانت بتقدم لو في اي حاجه وقفت قدامك ابعت لنا على طول او اعمل لنا كومنت على طول ابعت لنا على الرسايل بتاعه الفيسبوك هتلاقيني سايب لينك صفحه الفيسبوك من ضمن الحاجات اللي في صندوق الوصف ابعت لنا على طول وان شاء الله هنرد عليك بسرعه جدا شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته